ونبدأ فقرة أخبار بلا سياسة مع عثور الشرطة يوم الأحد على جثمان الممثل الأمريكي فيليب سايمر هوفمان البالغ من العمر 46 عاما ميتا في شقته في منهاتن، وذلك بحسب مصادر الشرطة. فقالت أن السبب الوفاة أخذ جرعة زائدة من المخدرات. فيليب حائز على عدة جوائز عن دوره في فيلم كابوتي بالإضافة إلى جائزة الأوسكار عام 2005، وكان قد صباح العربية قد أجرى لقاء مع هوفمان في مراكش منذ عامين. مشكلة لا نهاية لها في هوليوود. صحيح. وقال علماء بريطانيون، يعني موضوع أكثر سعادة لها، يعني دراسة من علماء بريطانيون قالوا أنهم وجدوا طريقة سهلة جدا لإطالة الحياة، هي بكل بساطة الاستمتاع بها. حيث أفاد موقع يوريك أليرت الطبي الأمريكي بأن دراسة عدها باحثون من جامعة معهد لندن البريطانية وجدت أن الذين يستمتعون بحياتهم يتمتعون بوظائف جسدية أفضل خلال نشاطاتهم اليومية ويحافظون على صحتهم فيما هم يشيخون، وأيضا على وتيرة مشي أسرع من الذين لا يستمتعون في حياتهم. دخلت الإمارات وقطر والسعودية قائمة أكثر 20 دولة في العالم إنفاقا على كرة القدم بحسب تقرير رسمي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم أي الفيفا. وقد حلت الإمارات في المركز 13 عالميا بإجمالي نفقات 47 مليون دولار، أما قطر فجاءت في المرتبة 14 عالميا، فيما جاء الدور السعودي في المركز 16 على المستوى العالمي بنفقات وصلت إلى 40 بليون دولار. أعتقد هاي الإحصائيات يعني رح يوافق عليها الجميع، يعني يمكن حتى بعض الأرقام تكون أعلى. صحيح. ننتقل إلى منتجع بالاسيو دي سال ريزورت في بوليفيا، يعتبر تحفة غريبة شيدت وسط صحراء من الملح. هو فندق عجيب مبني من الملح ويتكون من 15 غرفة نوم وغرفة طعام وغرفة معيشة. يستطيع الراغبون الإقامة فيه شرط أن يلتزموا بعدم الضغط على الجدران أو أخذ الملح منها لتفادي بالطبع أي انهيار، وتضفي الطبيعة المحيطة بالفندق سحرا خاصا له. ولم يكتفي صانعو الفندق بتشييد الجدران، بل توسعوا بصنع السرة وحمامات وحوض سباحة وحتى طاولات طعام من الملح. وأشاد نزلاء الفندق بتأثيراته الصحية الإيجابية على من يعاني من الربو والحساسية. والآن إلى خبر جميل. بس عفوا، تخيلي أنت جالسة على طاولة الطعام، بعدين مثلا الأكل مو مالح، يلا من الطاولة ضيفي. هذا الخبر، عاشت في قارتين مختلفتين ولم تدرك كل واحدة منهما أن لها أختا توأما، حتى رأت إحداهما مقطع فيديو على موقع يوتيوب لتتغير حياتهما فيما بعد. سامانثا وأنابس أختان توأم وضعتا في ملجأ للأطفال في كوريا الجنوبية عام 1987 قبل أن تتبناهما عائلتان وتذهب كل واحدة منهما في طريق مختلف في الحياة. أنابس وهي 27 عاما تحمل الجنسية الفرنسية وتدرس تصميم الأزياء في لندن. جاتها الصدمة عندما أخبرها أصدقاؤها أن رأوها فتاة تدعى سامانثا تشبهها تماما على يوتيوب، وأرسلوا لها مقطعا منه. وتعيش سامانثا في كاليفورنيا حيث تبنتها عائلة أمريكية. وتواصلت أنابس مع سامانثا عبر فيسبوك وتقابل التوأم بعدها، وهما حاليا تجمعان المال لإنتاج فيلم يحكي قصتهما. قصة غريبة فعلا. نختتم هذه الجولة مع ملكة بريطانيا، أمرت زوجة حفيدها بالتخلي عن الفساتين والتنانير القصيرة. القرار يأتي قبل زيارتها الرسمية المرتقبة لأستراليا في شهر أبريل، فملكة بريطانيا ترغب أن تظهر كيت ميدلتون بصورة ملكية أكثر مما اعتدنا عليها. وقد أعارتها ليس فقط مجوهرتها وتيجانها الخاصة، بل أيضا المرأة المسؤولة عن مظهرها خلال الأعوام الماضية لتفادي أي مفاجآت غير سارة مثل التي نشاهدها الآن والتي حدثت في زيارتها الأخيرة لكندا، حين تفاجأت بنسمة هواء رفعت فستانها.